دجاج مشوي في الفران مع الخضره بطريقه جد سهله وكيجي لذيذ بزاف. تابعوني. هنا في بول غندير التوابل، ملحه، الابزار، خرقوم، سكنجبير، شويه ديال لاصوص صوجا، واحد شويه ديال لاصوص طوماط، وهنايا شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الخل، شويه ديال زيت الزيتون، وهنايا ثومه معصره. غادي نخلطوا هادشي كامل مزيان، وغادي ناخذوا الدجاجه غنرقدوه. هنا بالنسبه للدجاج ممكن تخلوا له عندكم الوقت، خلوه شويه، الا ما عندكمش طيبوه ديريكت. صافي، هنايا خديت المول اللي كيدخل الفران، نقطعت بصله دوائر، بطاطا دوائر، القرعه، خيزو، وشرملته في ديك الشرمله ديال الدجاج، زدت عليه غير شويه ديال الملحه وشويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي، وضفته للدجاج. من الفوق غندير غير شويه ديال زيت الزيتون. دخلت الفران اللي مسخن من قبل على 380 درجه، من تحت خليته حتى طابت، ومن بعد شعلت عليها من الفوق باش تحمر وكتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوها، اكيد غادي تعتمدوها دائما في الوصفات ديالكم. يلا.